بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أكثر الناس ما تريد تشتري موتور مثلا أو جهاز معين يبقى مرتسم داخل دماغه، مثلا الموتور لونه أخضر اللي شكله هيجي اللي بكتابه هيجي، هذا خوش موتور. فمن يروح يشتري مرة ثانية ما تهمه الاسم إذا متغير أو الشكل شوي إذا متغير، بس يهمه مثلا اللون، يعني هذا اللون هو نفسه. مثلا نجد بأنه المستورد يريد يستورد الموتور، يعرف بأنه هذا الموتور الفلاني هو سمعته زينة، سحبة زين مثلا، فيجي يقوم يقلد بالشكل، يغير بالتسمية بسيطة، يعني يحاول يجيب لك نفس اللون. وهذه تعبر على الناس البسطاء اللي ما عندهم خبرة بالموضوع، فلازم تنتبه لهذا الموضوع. الشغلة الثانية، شكل الموتور، هيئته، كبره، حجم الحجرة مالته، هاي الشغلات المواطن يخليها بباله بغض النظر عن المواصفات. يعني مثلا تقول له مثلا نص حصان بدريلو، موتور راقي جدا، يقول لك لا يابا هذا شكله قد وتما يسحب هذا، بينما هو موتور ما لحد الان ماكو اي شائبة عليه او ماكو اشكال عليه. فالناس هسه قامت تقلد تقريبا 3 ألوان رئيسية، هو الاخضر والازرق والأصفر اللي هو تابع لشركات معينة معروفة بالنسبة للعالم، ما أريد أسميها. أكو مواصفات لازم بالموتور المواطن العادي ما يهم هذا الشيء، مثلا السيت ويلف أو تشيك ويلف يسمونه، هذا ضروري بالموتور حتى يبقى خازن الموتور المي، حتى من يشتغل يسوي لك ضغط ويسحبه. فلتر المي ضروري جدا للموتور حتى لا يدخل أوصاف للموتور. قياس البشارة يعني كقطر كثكنس كسمك يعني، والقطر الداخلي أيضا يأثر، إذا كان قطرها الداخلي كبير معناته هذا الموتور كبير. فهاي المواصفات كلش مهمة بالنسبة للموتورات. تناسب حجم الشفت ويا قدرة الموتور، هاي ما حد يلاحظها مو دائما، تلقى الموتور مثلا نص حصان 3/4 حصان الشفت ماله قياس 12 ملم القطر مالته، بينما الموتور الواحد حصان تلقاه 14 ملم. وهاي ملاحظه مو دائما الواحد ينتبه عليه، ليش؟ لانه هذا ياثر مستقبلا على عزم الموتور، على قوته، على حجم الروتر اللي بداخله. قيمه المكثف، وهي هاي اهم فقره. الشركات طبعا هسه قامت ايش تسوي؟ ما تكتب لك قيمه المكثف، بس هو بالمقابل يكتب لك مثلا 200 واط. ال 200 واط العالم ما تعرف شنو ال 200 2000 1000، المهم هاي مكتوب عليه وانتهت. يباوع الناس على الشكل الخارجي، شافه كبير قال لك هو هذا الموتور اللي اريده. يعني انا قبل يومين جاني موتور مكتوب عليه 200 واط، باوع شكله كبير بصراحه، 200 واط ترى كلش قليل. تحت جوا قلت خلى اتاكد من المكثف، لقيت المكثف مالته 5، اذا هذا قدرته صحيحه. هو مستخدم الاخ يصعد مي، هذا الموتور لازم ينزل مي، لانه مكثف 5 معناته ضعيف كلش، عزمه قليل، يعني السيم مالته صغير، والقدره مالته تقريبا اقل من 1/3 حصان تقريبا. فقلت لك اكو الشركات مع الاسف تحاول تموه المشتري ما تكتب له، او وسائل غش هوايه هسه راح نجي عليها بالتفاصيل شلون دا يغشون. القدره الحقيقيه للموتور حتى نتاكد من قدرته الحقيقيه، حجم الاستيتر، ما بوع على حجم الخارجي، حجم الاستيتر لازم وفق قياسات معينه، قطر السلك لازم يتناسب ويا حجم الاستيتر، يعني مو انت سويت الاستيتر كبير والسلك مالته رفيع. قياس المكثف قلنا هو يفضح، لانه على ضوء ياخذون قيمه السلك، يعني المكثف ويا السلك يتناسب تناسب طردي، كل ما زاد حجم السلك.
ولهذا قلنا الشركات تحاول تموه اما بالشكل الخارجي او تخلي لك قياس مكثف على النيم بليت الشكل تلقاه بالحقيقة الشكل. وقاموا شو يسوون هسه؟ تلقى على الكونديسر مكتوب مثلا 12 وقيمته 10 من تقيسه، فما شاء الله دا يتفننون بالاحتيال. بالنتيجة يعني خلوها قاعدة ببالكم، اي مصلح يطلع الماطور دائما بالصيانة مالته هذا ماطور معناته فاشل. يعني الماركة المعينة تطلع بالصيانة دائما للمصلحين معناته هاي الماركة فاشلة، لانه الماطور الجيد اصلا ما يجي. بس احنا اكو ماطورات مثل البدريلو بصراحة، يعني يجينا كل 6 أشهر يجينا ماطور وما يجي محروق، يعني الحرق مالته كل سنتين يحترق عندنا واحد. ليش؟ لانه محسوب حساباته مضبوطة، تيجي احتمال شبنة احتمال بشارة من الوسخ اللي موجود بالأبي. اكو ماطورات بصراحة بزعتنا بس ما نقدر نقول يا بهاية الناس هسه المصلحين يعرفوها. البرغي مالته ينقطم يزنجر وينقطم ما ينفتح، تركيبته كلش سخيفة. زين عمره الافتراضي قليل بحيث اذا دخل بيه مي تنفخ الاستياتر مالته وينفطر من جوا وذب الماطور. المشكلة سعره غالي. استهلاك القطع الميكانيكية مالته، الشفت ينقطب الشفت ينكال، الجبنة مالته حديد، يعني هو بلادي جبنته حديد. احنا ما نقدر نسمي لانه اكو تبعات قانونية. قسم الماطورات تلقاه ضخامة وشكل لكنه ملف ألمنيوم، هاي مشكلة. الألمنيوم عندنا ما يقاوم، سابقا كان الألمنيوم زين بس هسه الألمنيوم لا، لانه بيه عدة شوائب. اللي اريد اقوله من هذا الشيء، انت كمستورد اذا تريد تستورد لازم تستشير اقل شيء فد 3 مختصين بالصيانه حتى ما تفشل حتى بضاعتك ما تبوع. اكو ماطورات نسيت اقولها ذكرت بيها، اكو ماطورات تشوفها كبير وخزيرته كبيره، يعني الحجره مالته وبشارته كبيره لكنه ما يتوالم ويا المنزل، يعني ما اقدر استخدمه بالمنزل. فانت من تجيبه هاي البضاعه راح تنام على قلبك. لو مثل ما اجاني واحد ماطورات احد الشركات ما اعرف اسمها بصراحه، جاب الماطور قال والله هذا جبته وما يسحب اشتريه جديد ما ادري 90% ما اعرف. فراجع للشركه، الشركه فحصيل هي ميه كلش قوي. ايش طلع بعدين حسب قولت الولد يعني بانه رابطين الماطور من هناك من الجهه الثانيه والماطور يضخ هذا الماطور ويفحصوا الهياء يقول له باوع الضخ ماله قوي، يرجع للبيت ما يسحب. اكو ماطورات ما تتناسب ويا المنزل. ليش؟ لانه بالمنازل وخصوصا المناطق اللي بيها المي ضعيف ما يوالمها، يراد له وفره مي، اعطيه وفره مي يصعد لك 10 طوابق، بس اذا ماكو وفره مي المواطن ما راح يستفاد من عنده، ولهذا بسرعه يسحب المي وتفرق الحجره مالته وينقطع المي عليه. فوالله العظيم المصلحة بيها هواية، تعلمنا هواية، بس احنا ما نقدر نقول يا بترى الماطور اللي اسمه فلاني هذا ماطور رديء. حبيت انوركم هاي المعلومات. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.